سيد فاضل، هي ليست فقط مسألة خبرة، يعني لأنه سالفة مسخت بصراحة، يعني خاصة الميسان والبصرة، هذه المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة بشكل مستمر. يعني كافي عد ما لعبة النفس، يعني مو منطقية، أكيد مو منطقية. القادة الأمنيين عندما تحصل مثل هكذا أمور وهم تحت سيطرتهم، هم المسؤولين عن المنطقة الأمنية هذه، وبنفس الوقت ما يعطون صلاحية للمنتسب الأمني أن يوجه السلاح للي يرفع السلاح من هاي العشائر، لأنه يقول له أنت وربك حير، بعد إحنا ما لنا علاقة. يعني أكو أمور غير منطقية، لابد أن يحصل تغيير جذري بالقيادات الأمنية، ليس مجاملة لهذا وذاك. شكرا استاذ احمد، تحيه طيبه مره اخرى، نلتقي بجنابك. يعني شوف استاذ احمد، الوضع في ميسان وفي البصره يعني وضع حقيقه، وضع بات غير يعني بات لا يمكن السكوت عنه. يعني حينما يتعرض المنتسب والضابط والمسؤول الى تهديد من قبل عشيره ما تحت سطوه هذه العشيره، لذلك مجلس القضاء الاعلى حسنا فعل حينما عدد التهديد والدقه العشائريه تندرج تحت المادة 4(2) منه إرهاب، وهذه طبعا ينبغي الآن تفعيلها تارة أخرى. يعني هي تم التماهل عنها، تم التغاضي عنها، لا، ينبغي الآن كل من تسول نفسه يتكلم باسم العشيرة ويهدد ضابط أو منتسب أو قاضي أو يلوح باستخدام ما يسمى بالدقة العشائرية، الدقة العشائرية باتت تؤرق المنتسب، باتت تؤرق المسؤول في 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 ميسان وفي البصرة وفي الناصرية، وحقيقة على جميع الأجزاء الأمنية وعلى يعني القضاء داعم لهم أن يتصرفوا بحزم وقوة. يعني أستاذ أحمد، لا تنسى أن قول الله تعالى إلى يحيى يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لكن هذه القوة الحكيمية وليست القوة الغاشمة. نحتاج إلى منعة، نحتاج إلى قدرة، نحتاج إلى تفعيل الجهد. يعني أين أوامر القبض؟ هناك يعني هناك مجرمون عتاد، إلى الآن لم يتم تنفيذ أوامر القبض وتفعيلها بحقهم في محافظات جنوبية. ينبغي تفعيل تلك يعني أوامر القبض، لأن أوامر القبض سيما بالمجرمين العتاد هي ستحد كثيرا من الجريمة المنظمة. نعم. وستجعل عتاة الجريمة المنظمة يرتدعون عن ارتكابها طارة أخرى.